أهلا بكم من جديد. وفاة لاجئة سورية على أبواب أحد المستشفيات في لبنان بعد رفض المستشفى استقبالها دفع السوريين هناك للاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة، وذلك احتجاجا على تقصيرها تجاههم، ويحملونها أيضا المسؤولية في تدهور أوضاعهم الصحية. ذوي الضحية قالوا إن المتوفاة لا تعاني من أي مرض خبيث، بل كل ما أصابها وعكة صحية أدت إلى وفاتها، لكن إدارة المستشفى الإسلامي تزعم أنها قامت بواجبها واستقبلت المريضة التي تعاني من ورم سرطاني في مرحلة متطورة. وللنقاش ينضم إلينا الدكتور وسيم درويش، مدير العناية الطبية بالمشفى الإسلامي في طرابلس. مساء الخير دكتور. يعني أكثر شيء انتشر بهذا الموضوع هو المشاجرة يلي صارت أمام المستشفى بين أهل المريضة وبين يعني أفراد أو طاقم المستشفى. لو فيك ببساطة تحكي لنا شو يلي صار من وجهة نظركم أو من الشيء اللي أنت بتعرفه. مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسيكم بالخير. أهلا وسهلا أورينت والمستمعين. وقبل ما توجه بها كني بتوجه بالتعزية لذوي الفقيدة، تغمد الله برحمته وأسكن واسع جناته لأهلها الصبر والسلوان. والصبر والسلوان كمان الشعب، الأخ الشعب السوري اللي الله يصبره والله يكون بعونه، ونحن دائما معه في السراء والضراء. الشق الثاني فيما تناول موضوع رحمة الله عليه السيدة ختام. تم تداول الموضوع بوسائل الإعلام وبوسائل التواصل الاجتماعي. نعم. بدي نوي على صورة أولية. كل ما تم تصويره في وعبر وسائل الإعلام الاجتماعي، هيدا تم تصويره بوصفة الفقيدة، و بعد ما تم إخراج الجسمين من غرفة الطوارئ خارج قسم الطوارئ لخارج المستشفى لوضع في مكان براد بانتظار أوامر دفنه. نعم. بس دكتور عذرا يعني للمقاطعة، تم تصوير هالموضوع يلي هو خارج وفي جزء من الصوت بيقول انه لدى الأهل. لا يعني انت عم تنفي انه هذا يكون الفيديو لنفس الصبية. الشاب اللي صور هو غير معروف من الاهل، ولا صلة له بالموضوع ولا يعلم ما حدث. نعم. كل ما شاهد جسمين عم يطلع برات المبنى، وشاف ناس عم تبكي. نعم. بيحمل الكاميرا، تليفون بيصور. طيب دكتور، يعني وسائل التواصل الاجتماعي التكنولوجيا تطورت لهذا السبب. نعم. لحتى نحن ننقل الخبر بلحظته، بغض النظر عن انه هو مين هذا الشاب بيعرفهم او ما بيعرفهم. دكتور وسيم، نعم. الحادثه صارت قدام المستشفى. نعم. اهالي الضحيه حكوا شيء ورجعوا خبوا شيء ثاني. مراسلتنا التقت مع اهل الضحيه وقدمت لنا التقرير. نعم. التالي لو بتسمح لي تبقى معنا شوي، رح نحضر التقرير ونرجع لحتى نحكي اكثر. يعيش اللاجئون السوريون أصعب معاناة نتيجة تخلي الأمم المتحدة ووزارة الصحة اللبنانية عن مسؤوليتهما الطبية تجاههم، حيث ضجت مدينة طرابلس اللبنانية بخبر وفاة لاجئة سورية تدعى ختام زريق على أبواب المستشفى الإسلامي بعد رفض استقبالها من قبل إدارة المستشفى بذريعة الانتظار للتأكد من تغطية شركة التأمين لها حسب ما يقول ذووها، وما لبثت أن فارقت الحياة بعد انتظار دام أكثر من 3 ساعات، الأمر الذي خلق بلبلة وأثار سخط ذويها. المرأة عمرها 37 سنة، صبيتها مثل حالي، راح أخذوها على المستشفى، والتعبت كثير على باب المستشفى، على باب الطوارئ. طلبوا يدخلوها، ما رضوا، قال لها تجي الموافقة لحتى تمضي عليها الأمم ليدخلوها. قامت المرأة كثر ما تعبت غمت، وقعت عن التخت. قام الدكتور والممرضين الاثنين قالوا هاي عم تمثل، ما راح تتركوها، هاي عم تمثل مشان ندخلها. اجوا ليشيلوها أولادها ولقوها ميتة.
عدت اجوا كاتروا عليها الاطباء بده يدخلوها على البراد، اولادها مرضوا انه يدخلوها على البراد، هي طيبه ما دخلتوها تسعفوها، بس وقت ما بدك تحطوها بالبراد مرضوا اولادها. فجاه تعبت اخذوها على المشفى، على مشفى السلام، وقفوا على الباب ما بيدخلوها، قال ما بيدخلوها لتجين الموافقه. مصيرنا نحن كلياتنا السوريين نفس هاي المره. انا عندي طفله مريضه، يعني عندها بلوغ مبكر، وإلي سنتين بيجي عليهم وبترجاهم، بس غطولي العلاج، يعني علاجها كتير تحاليل الغدد والهذا كتير غالي. ذو الضحية يقولون إنها لا تعاني من أي مرض خبيث، بل كل ما أصابها وعكة صحية أدت إلى وفاتها، لكن إدارة المستشفى الإسلامي تزعم أنها قامت بواجبها واستقبلت المريضة التي تعاني من ورم سرطاني في مرحلة متطورة. تم إدخالها على غرفة الطوارئ لفحصها، أخذ المؤشرات الحيوية مثل أي مريضة تانية يتم دخولها. المرحلة الأولى هاي تقييم المريض، تقييم وضعه الصحي، والاتصال بطبيبه لنشوف شو ممكن نعمل. تم الاتصال بالطبيب، تم الطبيب باعت رسالته، تم الاتصال بالجهة الضامنة لتأمين الملف الإداري تبعها، وهذا أمر روتيني يتم في إدخال أي مريض بارد جاي ليدخل المستشفى. خلال هالفترة توفت بغرفة الطوارئ خلال ساعة. يعني شو التطورات؟ وارد كتير عندها التطورات، لأنه مريضة مزمنة في مرض السرطان. ما أصاب الضحية هو واقع متكرر لكثير من اللاجئين السوريين في لبنان، وإثر ذلك اعتصم عدد من اللاجئين السوريين أمام مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة احتجاجا على تقصيرها الكلي في قطاع الطبابة والاستشفاء. بين كلام ذوي الضحية وإدارة المستشفى، لاجئة سورية فارقت الحياة دون أن يعرف للمعنيين ساكنا، في ظل غياب كلي للأمم المتحدة ووزارة الصحة اللبنانية عن ملف اللاجئين السوريين في لبنان. من طرابلس شمال لبنان، مايا هاشم لبرنامج هنا سوريا. دكتور وسيم درويش مدير العناية الطبية بالمشفى الإسلامي، مساء الخير من جديد. يعني اتهمتوها بالتمثيل، وهذا الحكي بناء على مقابلات مع أهلها، رفضتوا إدخالها للمستشفى للعلاج. حضرتك بالمقابلة قلتوا أنه هي توفت يعني بالعناية الخاصة، بعدين قالوا أهلها أنه بلتوا أنه تحطوها بس بالبراد. يعني كأنه في تناقض بين الروايتين. ما بعتقد أنه أهلها للمتوفاة الله يرحمها أنه هن يعني بحاجة أنه يخترعوا قصة لتصويب الأمور. مدام تفضل. لحيد وأكد في ملف طبي بكل الأحوال، موضوع تحت الإيدين اللي بتريد تطري عليه. رح أرجع عيد شو صار بالفعل. المريضة وصلت على مستشفى الإسلامي الساعة 4 إلا 10، تم فتح ملف لها، تم إدخالها على غرفة الطوارئ، تم الكشف عليها من قبل طبيب الطوارئ والفريق الطبي الموجود، أخذ المؤشرات الحيوية، وتم إبراز رسالة خطية من قبل طبيب المعالج اللي كشف عليها بعيادته من يومين. قبل 48 ساعة، وطلب إدخالها المستشفى. بس للتوضيح دكتور وسيم، يعني هي ما أنا مريضة سابقة عندكم، هي مريضة جديدة محولة لعندكم. نحن المريضة غير معروفة لدينا. نعم. غير معروفة لدينا، وصلت لعنا بالحالة اللي أنا عم بحكيها. نعم. الغرفة اللي تم الفحص فيها في عندها رائحة قيح عالية جدا، لدرجة إنه لما سئل الأهل شو القصة، قالوا صار لها فترة. صار لها فترة وما عم نقدر ننام حدا لأنه في رائحة عمل عالي كثير. تم الكشف عليها، في تقرحات جلدية مع سوداد الجلدي وقيح عم ينش خارج جسمها، لدرجة انه هن مغطينها بتياب وبقطن. المريضة للأسف بحالة سرطان ثدي متطور ومنتشر وسريع، وصرها عم تتعالج وعامل فحوصاتها من 2016، من شهر 12 2016. نعم. وقد مرت وشافت وتم متابعتها من بعض الأطباء في مختلف المستشفيات. نعم. للأسف وصلت لعنا
قنبلة جاهزة للتبشير. نعم. لما وصلت على مستشفى الإسلامي ساعة 4:50 بعد ما تم إدخالها الساعة بعد ساعة وعشر دقائق ظهرت الوفاة بتوقف مفاجئ. ليش؟ لأنه هي قنبلة متفجرة. لما الإنسان صار عنده قيح ليش ينفجر؟ ليش؟ لأنه ممكن يتعرض بأي لحظة لصدمة تسممية نسميها نحن سبتك شوك. وهذا حدث معه. والأهل معه الخبر أنه مريضتهم الله يرحمها هي معرضة للخطر، وتم لقاء مع طبيب أول وطبيب ثاني وطبيب المعالجة لها، وقبل ب 48 ساعة تم تحذيرهم، وكانوا انتقلوا من مستشفى في المنيا إلى مستشفى في القبة إلى مستشفى الإسلامي. أنا اليوم مش بصدد دافع عن المستشفى الإسلامي، نحن واثقين أن نحن بالضمير المهني والإخلاقيين علينا المهني تاريخ المستشفى الإسلامي نخبر الحق اللبناني وما بعرفه لحلهم. نحن معروفين شو هو أدائنا، معروفين أن نحن تحملنا. يعطيكم العافية دكتور وسيم، نحن ما عنا شك حقيقة. أنا من هو أنا من فلسطين وأنا من سوريا ولا وسنبقى دائما هيك. يعني هو الهدف من هاي المكالمة هو توضيح ما جرى تماما ووضع النقط على الحروف لحتى ما تضل الناس عم تتراشق الاتهامات مثل ما صار. رح اعتذر منك لضيق الوقت، وشكرا كثير لكل التوضيحات اللي اعطيتنا اياها دكتور وسيم درويش مدير العناية الطبية بالمشفى الإسلامي، كنت معنا من طرابلس.